مرتفعة، ولكن اليوم المشكلة مش في الضريبة فقط، يعني خلينا مشان نكون صريحين أعطيك أنا يمكن اليوم هيك يعني قضيت حوالي يمكن نصف ساعة عملت شوية أرقام، خليني أعطيك يعني اليوم مثلا سعر لتر الديزل واصل للعقبة بعدنا قبل لا نقول لا في ضريبة ولا في نقل ولا في مناولة ماشي. ولا في ربح ولا غيره، بكلف دولار دولار أبدا على السعر الماضي. اليوم بالأسبوع الأول من الشهر هذا طبعا نزلت الأسعار، نزل السعر حوالي 12% تقريبا، صار يكلفنا حوالي 80 سنت 85 سنت تقريبا. طيب الآن وين المعضل الأكبر في هذا السعر؟ هل هو سعر الطن خارجيا بس ولا في أيضا كلف مضافة احنا مضطرين عليها؟ طيب اليوم في إشي بسموه بالحسبة البريميوم. شو يعني البريميوم؟ أولا سعر نقل الباخرة، اثنين تأمينها، ثلاثة الأرباح الشركات أو الشركة الموردة. كل هذه الأرقام لما بتدخل فيها بتقول اليوم هاي بتكلفك حوالي 170 دولار على الطن. يعني إحنا اليوم لو إجينا رفعنا كفاءة المصفاة من 45% اللي بتزودهن لنا اليوم، وهي مشان نوضحها أكثر، المصفاة اليوم بتزودنا باحتياجاتنا حوالي 45 إلى 50% فقط، والباقي يتم استيراده على شكل مشتقات نفطية. طيب. بنزين ديزل وإلى آخره. هذول ال 55% هي معضلتنا هناك تأتي، لأنه أنا عندي فرق كلف بس 170 دولار بكلفني اللي هو النقل مع التأمين مع غيره. هذول لو حسبتهن بيطلع عن حوالي 20%، يعني أعلى من الضريبة. يعني إذا أنا بدي أروح أستهدف الضريبة بستهدف كلفة النقل أرحم لي وأوفر لي. لو اليوم استطعت أن أصل إلى خط ناقل من الدول المجاورة المنتجة نفطيا إلى المصفى ورفعت من كفاءة المصفى للإنتاج اللي تغطي إنتاج الأردن كامل، معدل توفيري بحدود 21 إلى 22% فقط من رأس الكوم. طيب سؤال، الضريبة المقطوعة على المحروقات كم بالأردن؟ كل مشتق له ضريبة مختلفة عن الثانية، ما فيش ضريبة واحدة. معك من 95 في عليه 57 قرش، 57 قرش، في عندك ال 90 37 قرش، الكاز والديزل 16 قرش. نعم. هلا اليوم إذا بتطلع على هذا الرقم أنا يعني أؤيد أنه يجب إعادة النظر في هذه الأرقام، لابد بما فيها الضريبة لابد، لسبب الديزل بالذات له حساسية مفرطة، وأنا قلت من هون الديزل. طيب. والكاز، الكاز مين اللي بيستخدمه؟ أنا أحكي بصراحة يعني من الذي يستخدم الكاز؟ ترى إحنا طالبنا وقلنا يا ريت، وهذا نتحمل مسؤوليته كلنا، أن لا يوجد في الأردن لليوم قاعدة بيانات بقولوا لي مين هو الشخص اللي مستحق مشان أظل أدعمه لما يصير في عندي طفرة أو مشكلة بالأسعار عالميا. ما عندي قاعدة بيانات. طيب. ما عندي قاعدة بيانات تقول لي قديش هو دخل الأردني اللي بيقدر يعيش على الأقل بارتياح، واللي تحت هذا الخط يعتبر بحاجة إلى دعم. قاعدة بيانات الموجودة المجتمعية غير كافية؟ لا طبعا غير كافية، طبعا غير كافية. وأنا المعونة فيها 1,200,000. أنا أقولها بالفم الملان، إذا صندوق المعونة الوطنية يمثل كل الشرائح اللي بحاجة بالأردن، أنا يعني بعتبر حالي مخطئ وأكون يعني مدين. طيب. بالاعتذار. أعود لذات السؤال، اليوم الأسعار تنخفض، أسعار المحروقات. صحيح. صحيح. يوم الأمس رئيس لجنة الخدمات النيابية عبيد ياسين قال لي هون على الهواء بأن مجلس النواب تلقى وعودا بتخفيض أسعار المحروقات نهاية الشهر. الناس بتسأل هل سيتم تنفيذ الوعد؟ تعتقد ذلك دكتور؟ 100%. كم ستكون النسبة؟ 12% أم 10%؟ لا هون السؤال، ما هو يعني مشان نوضح، لأنه صدق. أي كلام بدنا نحكيه. وهل سيكون على أسعار المحروقات ولا راح يكون التخفيض على الضريبة الثابتة؟ لا لا لا، الضريبة عشان تشرح لنا، خلينا مشان نكون واضحين. الضريبة هي رقم مقطوع استبدل بدل النسبة في سنة من السنوات، ارتأت الحكومات أنه التذبذب بالضريبة بيأثر بشكل عام على استقرار دخل الموازنة، وبيأثر أيضا على عدم استقرار الأسعار بشكل عام. ماشي. فراحوا إلى الضريبة المقطوعة مشان يرتاحوا من هذا الأمر. وهذا أبدا ثابت. هلا تتراجع الحكومة أو ما تتراجع هذا سؤالها، وفي اتفاقيات ملزمة ثمنها رح يكون مرتفع علينا. التراجع عن الضريبة ثمنه مرتفع. من الحكومة التي تستطيع اتخاذ هذا القرار تستطيع أن تعلن، لأنه هي صاحبة الولاية. ماشي. مش إحنا أصحاب الولاية في هذا الشيء. نعم. طيب. لكن اليوم خليني أقول لك، بدأ تنخفض الأسعار ولا ما بدأ تنخفض الأسعار؟ اليوم في الأسبوع الأول من الشهر الحالي النشرة بتقول أن هناك 12% انخفاض، 12% انخفاض بالسعر العالمي،
يعني محل ما بشتري هناك يعني. بس اليوم ال 170 دولار وبتحب استعرض لك كل الارقام؟ لا بعطينا على الديزل، ما احنا الان في عندنا الديزل الان نفس اليوم بكم الديزل اليوم؟ اليوم 89.5 بالاردن. بالعالم بالعالم بدك تسال طن بتسال ولا عن اللتر؟ مو شرط اللتر، اللتر اللتر انت بتسال اليوم البيع. لا اللتر اللتر البيع. الشراء اليوم 840 دولار. أنا نزل قاعد نزل 120 دولار. نزل 120 عالميا كويس. نزل سعر الطن 120 دولار. ماشي. طن الديزل بيعطيك 1180 لتر تقريبا بحدود ال 1150 ل 1200 لتر. يعني السؤال اذا من المتوقع او بعيد لك السؤال، هل تعتقد ان الحكومه ما راح تنزل 12%؟ بعدنا بنقول هذا يعتمد على ممكن 6% 7%. يعني اذا بدنا نشيل اليوم بدك تحسب لك قديش بده يكون حق اللتر اليوم؟ بحسب لك لاخر الشهر، باخر الشهر هذا ما بقدر احسب لك. واصل العقبه راح يوصل 90 سنت تقريبا 88 سنت واصل العقبه، بدك تحط فيه مناولات عليه في 5 قروش تقريبا. هلا بديش كمان المواطن تقريبي 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 قاعد بتحسب لي انت بالتعريف. لا لا تقريبي تقريبي هذول 4 مليار لتر يعني، على عشان هيك بنقول ترى القرش حقه ملايين يعني باخر السنه. ماشي. المساله مش سهله يعني لما بنقول. فهلا تقريبي انا بفترض كويس، وهذا كلام ليس ملزما. ماشي. لجنه تسعير المشتقات هي بفترض انه اليوم لحاله السعر إذا بدنا نتفاهمه الأصل ينزل لل 83 84 بهذا السياق 7% بفترض. طيب ماشي.